بعد عام واحد من ميلاد ثورة 26 من سبتمبر من عام 1962، شهدت هذه المدينة الصغيرة النائية نقلة متواضعة رافقها ميلاد صرح ثقافي جعلها تواكب كبريات المدن شمالا وجنوبا آنذاك. مديرية الشمعيتين شكلت حركة ثقافية ومثلت مركز تنويري في فترة الستينات، شهدت حراك ثقافي قوي جدا، كان من أهمه وجود سينما طارق في فترة الستينات. دار سينما طارق أنشأها المستثمر اليمني عبد الكافي سفيان في مدينة التربة التابعة لمديرية الشمايتين بعد عام فقط من الثورة. افتتحت السينما عام 63، وكان في المهندس الأول من قرية قداس، والثاني من قرية العزاعز، والثالث أخي، وأنا الرابع الذي قمت بتشغيلها من سنة 94 إلى عام 2000. وكان الجمهور بكثرة، وكنا ناتي بالأفلام الهندية والمصرية والأمريكية وجميع الأفلام السياسية وكل ما يطلب الجمهور. وراء هذه الجدران نقلت الشاشات للجمهور ثقافات شعوب العالم، وشهدت خشبة المسرح هنا عروضا مسرحية متنوعة. لكن لم يعد اليوم سوى مشهد واحد، وهو الخراب الذي تركته سنوات التخلف في العقول قبل الأماكن. قبل 50 عاما كان بإمكانك التوجه إلى هنا وشراء تذكرة لمشاهدة فيلم أو عرض مسرحي. اليوم يمكنك التوجه إلى المكان ذاته أيضا، لكن لشراء أشياء أخرى كالمواشي. فهذه المنشأة التي ظلت لسنوات صرحا ثقافيا تحولت بفعل الإهمال إلى حظيرة أبقار. مر نصف قرن ونيف من عمر ثورة سبتمبر، وهو في الأصل عمر دار سينما طارق التي نجحت في نشر مفاهيم ثقافية جديدة، كما ساهمت في الحد من خطاب الكراهية آنذاك. غير أن بعض الجماعات لعبت مؤخرا من خلال خطاباتها دورا علنيا خانقا للأنشطة الفنية في العاصمة الثقافية للبلاد. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مدينة التربة، تعز.